بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوجه كلمتي هذه لإخواني المسلمين في فرنسا، أسأل الله أن يثبتني وإياهم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص لله في القول والعمل. أوصيهم بتقوى الله، فتقوى الله خير وصية أو أعظم وصية أوصى الله بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصي إخواني بالثبات على الإسلام والاستقامة عليه. أوصيهم بأن يعرفوا قدر نعمة الله عليهم أن هداهم للإسلام، فمن هداه الله للإسلام ومن عليه بالإسلام فليحمد الله على هذه النعمة، فإن الله أنقذه بالإسلام من الخلود في النار، وليعلم أن هداية الله له دليل على محبة الله له، فإن من أحبه الله هداه واصطفاه واختاره لهذا الدين، فليحمد الله على نعمة الإسلام. أوصيهم بإخلاص الدين لله، أوصيهم بأن يعرفوا عظيم هذه النعمة من الإسلام، عظيم شأنها وعظيم قدرها، ليزدادوا شكرا لله وثناءً في كل وقت وحين. أوصيهم بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والعناية بها وأدائها في المساجد جماعة. أوصيهم بالعناية بها والحرص عليها والتفقه في دين الله في طهارتهم وفي صلواتهم حتى يؤدوا عبادتهم على ما يرضي الله أوصيهم بأن يهتموا بصيام رمضان ويعظموا هذا الشهر العظيم، ويقوموا فيه بما أوجب الله عليهم من الصيام، ويتقربوا إلى الله بما يرضيه من صالح الأقوال والأعمال من تلاوة القرآن وكثرة الطاعة والاستقامة على الهدى. أوصيهم بالبعد عما حرم الله عليهم من كل المحرمات حرم الله عليهم، فليبتعدوا عنها، فإن الدين الإسلامي يمنع المسلم من انتهاك حرمات الله، ويوجب عليه العفة عن كل ما حرم الله عليه. أوصيهم بالتعاون بين البر والتقوى، وأن يكون يدا واحدة يعين بعضهم بعضا ويشد بعض أجر بعض، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان، واتقوا الله إن الله أشد العقاب. في الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أوصيهم بأن يهتموا بجمع كلمة المسلمين وهي صفهم والتآلف بين قلوبهم والسعي في حل ما عسى أن يطرأ من مشكل بينهم، ليكونوا صفا واحدا يدا واحدة، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أوصيهم بأن يستقيموا على هذا الدين، وأن يحذروا الدعوة إلى الله بعلم وبصيرة، وأن لا يزجوا بالدعوة في أمور وترهات قد تفقدهم مكانتهم وقد تجري الأعداء عليهم. فعليهم أن يستقيموا ويتئدوا في كل أحوالهم، وإذا نزلت بهم نازلة أن يجتمعوا لها ويتبصروا في حلها. والله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أوصيهم بأن يهتموا بأبنائهم بنين وبأولادهم بنين وبنات تربية وتثقيفا، ونأيا بهم عن الشر، وتقوية الإيمان في نفوسهم بالتوعية الصادقة والنصيحة الهادفة والتربية الجيدة، واستصحابهم للمسجد والنظر في أمورهم حتى يكونوا إن شاء الله ثابتين على هذا الدين مستقيمين عليه. أوصيهم بألا تكون الدنيا غاية همهم، فإن من جعل الدنيا غاية همه وغاية مراده ربما يتنازل عن دين مسلمات دينه لأجل هذه المادة الخبيئة المادة الفانية الزائلة. فعليهم أن يستقيموا على طاعة الله، وأن يعرفوا أنهم في نعمة عظيمة وإن قل ما في أيديهم. عليهم أن لا يكون كسالى ولا متهاونين ولا اشتكاليين على غيرهم، بل يسعوا جهدهم في العمل
والاختراع والجد والجشاط. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبالحديث اليد العليا خير من اليد السفلى. فليكن المسلم عمليا ومنتجا، ولا يكون اتكاليا ولا معتمدا على غيره، ولا يكون من الكسل. فالإسلام يدعو إلى العمل ويشجب الكسل والخمول، ويدعو المسلم إلى أن يكون عزيزا بدينه، عزيزا بعفته، عزيزا بعمله، عزيزا بكل ما يمكن من كلمة معنى، لا يكون مرتبطا بغيره ولا خاضعا لغيره، وإنما يعمل ويجتهد ويكدح لعل الله أن يفتح على قلبه فيغنيه بفضله. فإن خير ما يأكل العبد من كسب يده، وكل بيع مبرور. فالمسلم لا ينبغي كسلانا، بل يكون منافسا في المعامل والمصانع والمستشفيات وأي عمل ميداني ينافس فيه، مع تمسكه بدينه وثباته على دينه واستقامته عليه. أسأل الله أن يثبت الجميع على قوله الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا حسن القصد وحسن العمل. وصلى الله على محمد.